يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا لما بنيجي نتكلم معاكم عن اي خبر يخص النادي الاهلي غالبا بنكون بنتكلم عن لعبه او رياضه متفوق فيها كالعاده النادي الاهلي، بنتكلم عن بطوله خدها النادي الاهلي، بنتكلم عن تتويج توج للنادي الاهلي. ده اللي هيحصل في هذه الفقره، لان احنا الحقيقه بصدد يعني مجموعه كبيره من الجوائز اللي حصل عليها لعيبه النادي الاهلي في العاب القوه بصفه خاصه، ترتيب عام شيء يعني يدعو للفخر. الحقيقه عندنا تفاصيل كتير جدا متعلقه بملف العاب القوه بالنادي الاهلي، وطبعا سعداء جدا لوجود كابتن ياسر داوود المدير الفني لالعاب القوه بالنادي الاهلي معانا في فقرتنا النهارده. صباح الخير، وسعداء بوجود حضرتك معانا. صباح الخير عليكم جميعا وعلى كل جماهير النادي الاهلي في مصر. صباح الخير يا كابتن، ومنورنا في 10 الصبح. ويمكن كده زي ما كريم ابتدى كلامه، بطولات كتير حصلنا عليها. لو هنتكلم على رجال يمكن 28 ميداليه، سيدات 25 ميداليه تحديدا، فنبدا من هنا بقى. سر تفوق النادي الاهلي في العاب القوه؟ هو سر تفوق النادي الاهلي من زمان بصراحه هو 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 ارث تورثناه زي ما كل الاغاني والناس بتقول جيل بعد جيل، وكان من واجبنا عليه، مش واجب لوحدي، واجبنا عليه كجهاز وكاجهزه سابقه نحافظ على هذا التفوق وندعمه بالقوه والدرجات اللي تزيد الفارق بيننا وبين اي منافس الحمد لله، وده اللي بنسعى له كل موسم. يعني حتى المواسم اللي احنا بنشتغل فيها بناخد الاول، عايزين الموسم اللي بعده نتفوق على انفسنا في الموسم الماضي. فدي حاجه طبعا بنتورثها داخل جدران النادي الاهلي، والحمد لله ده يعني مش موجوده. هو ورث او ارث زي ما حضرتك بتقول، بس انتوا ورثتوه بمسؤولياته بحجم الضغوط اللي ناتجه عنه، اللي انتوا ما ينفعش تقلوا عن اللي انتوا ورثتوه ده. دي حقيقة. دي برضو بتحتاج مجهود كبير وبتحتاج مواجبه لكتير من المستجدات حتى في عالم العاب القوه. دي حقيقه، وكتير من المستجدات في العاب القوه حتى في القوانين المنظمه والفنيات بتاعه اللعبه ومستوى التنافس حاليا والتكنولوجيا اللي داخله في تكوين اللعبه، سواء كان برامج او اجهزه او اداه مساعده او تحليل حركي. فطبعا الموضوع بيبقى اصعب من الاول، كل موسم بيزداد صعوبه، بس احنا الحمد لله بنواكب هذه الصعوبات بالقرايه وبالدراسات والابحاث بتاعتنا والمناقشات بتاعتنا كافراد جهاز فني قبل او بعد البطوله واثناء التدريب. طبعا زي ما حضرتك بتقول تماما هي العمليه اصعب، بس احنا الحمد لله ربنا وفقنا، ويعني دي سمات كل من يموت الصدر. هذا يا رب موفقين دايما ان شاء الله. طيب العاب القوه كابتن هي ليها كذا قسم، فايه اكتر قسم احنا دلوقتي لو هنتكلم تحديدا عن النادي الاهلي احنا متفوقين فيه، اهم ابطالنا كمان فيه؟ لا لا، هو زي ما حضرتك بتقولي هو ثلاث اقسام العاب القوه، فعلا ثلاث اقسام: الرمي والجري والوسم بانواعهم. و الاهلي بقى مقفل الثلاثه بتاعتنا، احنا الحمد لله هو نقول المواسم السابقه كنا ممكن نكون متفوقين مثلا في الجري السبرنت، نوع من انواع الجري. هو كان ايه المضحك في سؤالي بس؟ انا الحمد لله احنا متفوقين. طيب دي حاجه تساعدنا، عايزين نعرف الناس. انا عشان كده الاهلي متفوق قوي. انا عايز اقول انا مش طماع ولا حاجه، بس بقول احنا الحمد لله متفوقين في الثلاث اقسام الحمد لله. هو زي ما السؤال فني، يعني احنا فعلا كنا مميزين في وقت من الاوقات في الرمي، مميزين جدا فيه وفارقين على كل مسابقاتنا حتى احنا في الوزن وفي الجري. وفتره من الفترات كنا متفوقين في الوزن في الجري. تمام. وفتره في الفترات اللي هي التسعينات كنا متفوقين في الوزن. تمام. انما الحمد لله حاليا الحمد لله متفوق في ثلاث قطاعات. كويس جدا. عندنا في الجري وفي الوزن وفي الرمي، بس طبعا لو قلنا درجات طبعا الرمي الاول. الرمي. طيب بالنسبه للجري تحديدا، ليه من زمان بنلاقي ان في دول بعينها وتحديدا بكلمك على دول محيطه بينا وتحديدا شمال افريقيا، تمام، يعني دايما مميزين قوي في الجري بمسافاته المختلفه، دايما بيحصلوا على اهم الميداليات في حتى الدورات الاولمبيه المختلفه، سواء المغرب يمكن المغرب اكثرهم كمان. المغرب تونس والجزائر دول الشمال. وحاليا ده راجع لطبيعه الطقس بتاعهم والجغرافيا بتاعت الدول بتاعتهم. زي بينضم ليهم مش مؤخرا من زمان، يعني برضو نقول كينيا واثيوبيا و لا افريقيا معانا كده كده في كل الاحوال. ده نتيجه ان هم الدول بتاعتهم بتبقى بارتفاع عن سطح البحر، ده بيدي سعه حيويه للبني ادم، قدره على التحمل اكبر، بيبقى عنده قدره على التحمل اكتر، قدره على نسبه حتى الاكسجين في الهيموجلوبين في الدم بتبقى يعني اكتر مننا، لان الالتيتيود اللي هو بيبقى فوق سطح مرتفع فوق سطح البحر
جسمه نفسه بيبقى فيه المكونات بتاعته كره الدم الحمراء ويقدر يلعب في مختلف الاجواء. بالظبط لما يجي عندنا هنا بيبقى العكس يعني بالنسبه له احنا زي دول مساعده في الطاقه اللي بياخدها. تمام. فده اللي بيميزهم عندنا. احنا احيانا لما بنعمل وحاليا لعيبتنا بيعملوا مسكرات في كينيا او في اثيوبيا عشان يعني يجاروهم شويه. جميل. فده اللي بيميزهم عندنا. طيب لو هنتكلم عن ابطالنا الاولمبيين بقى تحديدا الدعم اللي هم بيحصلوا عليه الكواليس بتاعت اي بطوله قبلها يعني حابين برضو ندخل مع حضرتك وعايز اعرف اسامي بقى اهم ابطالنا كمان. هو طبعا اهم ابطالنا الاولمبيين المرشحين على راسهم ايهاب عبد الرحمن العائد من الايقاف وفي بعدي مصطفى هشام الجمل في تحت المطرقه ايهاب في رمي الرمح وحسن عبد الجواد في تحت المطرقه حاليا انضم ليهم محمد مجدي حمزه في رمي الجله دول لعيبه الرمي المؤهلين ان شاء الله الاولمبياد طوكيو باذن الله اللي جاي. يجي بعديهم عندنا برضو ناس يعني كان على وشك التاهيل بس لسه مش عارفين بعد الجائحه دي والشغل بتاعنا. في عندنا لعيبه 400 متر اسمها امام منصور وفي لعيبه وزن طويل وثلاثي اسمها اسراء سمير دول يعتبر من نجوم النادي وفي عندنا رامي سعيد في ال 110 حواجز. احنا بقى عندنا لاعب اضافي واحمد عبد الجواد لاعب الرمح بالنادي الاهلي اللي منور الدنيا موجود معانا على التليفون. يا احمد صباح الخير عليك. احمد مبارك لاعب العاب القوه بالنادي الاهلي. سمعنا كويس؟ ايوه اهلا بيك صباح الفل عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله بخير الحمد لله يا رب دايما في احسن حال. بنتكلم على سر تفوق الاهلي في العاب القوه وانت واحد داخل المنظومه برضو احكي لنا يعني او قول لنا رؤيتك ايه للعنوان ده التفوق الاهلاوي في دنيا العاب القوه. والله هو النادي الاهلي الحمد لله يعني في العاب القوه بالذات بيختلف جدا عن بقيه النوادي في اهتمامه لان هي اللعبه شويه الاهتمام بيها قليل في مصر يعني لكن النادي الاهلي دونا عن بقيه الانديه لا يعني مهتمين. كابتن ياسر داوود قريب جدا للعيبه ورئيس الجهاز لكن عمره ما بيتاخر على حد دايما معانا على الخط اي حد بيرفع عليه سماعه التليفون بيبقى معاه على طول فدي كلها يعني حاجات بتخلينا على الطريق دايما يعني. جميل وانتم ماشيين على الطريق الصحيح بدليل يعني في مليون اماره الحقيقه كنا لسه بنتكلم حتى في حلقه اظن امبارح او اول امبارح يعني بسم الله ما شاء الله حاجة وعشرين ميدالية ذهبية حاجة وعشرين ميدالية فضية فيعني بسم الله ما شاء الله ويعني ربنا يحافظ عليكم كده وتكملوا على نفس المنوال بإذن الله عشان تكونوا مشرفين للنادي والمصر كلها. سعداء بوجودك معنا كابتن أحمد نورتنا أهلا بيك. أنا احنا حديثنا لسه مستمر مع كابتن ياسر ويمكن كنا فيه كده قلت لحضرتك لسه كذا محور عايزين نتكلم فيهم لكن الاهم ان احنا نبقى عارفين برضو يعني ايه اللي بينقص هنا يعني من دعم لهذه اللعبه لان زي ما انا سمعت من كابتن احمد مبروك انه بيقول كان ما فيش اهتمام لكن اصبح دلوقتي فيه اهتمام اكبر. هل في هناك الحاجه برضو لمزيد من الاهتمام بالعاب معينه في العاب القوى؟ بصراحه محتاجين مزيد من الاهتمام بالعاب القوى لان هو طبعا اللي احنا فيه دلوقتي احسن افضل بكتير افضل بكتير بس احنا عشان نقول عشان نوصل للمستويات اللي نقدر نتشرف بيها ونتكلم عنها نقول ان احنا هنتكلم على مستوى المنتخب هنا. تمام. محتاجين طبعا اهتمام كبير محتاجين ان الدعم الموجه لهذه الرياضه عن طريق الوزاره والاتحاد يعني انا اسف يعني عايز اقول 20 ضعف او 30 ضعف لان يعني ميزانيه اللعبه بتاعتنا تكاد تكون يعني مش عايز اقول ارقام طبعا انما لا تليق بهذه اللعبه الاولمبيه اللي بتشرف كل الدول فلا محتاجين اهتمام لا وخصوصا مع الانجازات كمان اللي اللعيبه بتحققها وده كم ملفت للنظر من ميداليات مختلف انواعها. كنا بنتكلم مع حضرتك اثناء الفاصل ده وجت سيره المنشطات وخصوصا ان احنا كان في يعني مشاكل سابقه مع احد اللاعبين في دنيا الرمح وفي رياضه اظن المطرقه لو انا مش غلطان كان في كلام كده ولغط متعلق بمساله المنشطات وسؤالي لحضرتك اعم شويه من كده يعني بشكل عام دايما المنشطات بتكون حاضره بمنتهى القوه في الرياضه دي بصفه خاصه ودايما بنقرا اخبار متعلقه باجراء تحاليل للعيبه ما واكتشاف ان هم اخذوا منشطات فعايزين برضو نوضح التفصيله دي ايه الارتباط الشرطي ده ما بين المنشطات وبين رياضه العاب القوه؟ هي نقدر نقول بين المنشطات وبين الالعاب الفرديه مش عايز اخص بذكر العاب القوه. العاب الفرديه بصفه عامه
لان اللي بيحصل ان يعني مثلا التنس ما بتسمعش فيه عن حد تقاطم ونشاطات. لا لا اعتقد يعني اعتقد كان في مارتينا او حاجه زي كده كان توقفت نبراتيلوف شخصيه الكبيره بذات نفسها. الكلام ده من 20 سنه تقريبا يعني اصلا يعني حاضر. بطلت عالم وكانت متسيده الموقف في سنين طويله. لا حصل ان هي على حسب ما ذاكرت السيف يعني لا حصل ان هي اعتقد توقفت نشاطات. بس برضو ارجع تاني اقول ان اللعبه الفرديه بتحتاج مجهود عالي واحيانا لا بتمرن الالعاب الفرديه عامه بيتمرن مره واثنين وثلاثه في اليوم فبيبقى محتاج يعوض الفاقد من جسمه بالبروتين والكربوهيدرات بصفه عامه باحتياجات الجسم والاكل العادي اللي احنا بناكله ممكن ما يغطيش هذه الاحتياجات عشان يبقى بطل ويعدي مستوى المطلوب منه فبيلجأ لهذا المكملات. ما في فرق بين المكملات الغذائية يا كابتن والمنشطات؟ هل المكملات الغذائية برضو بتعد منشطات؟ لا لا اطلاقا. طيب. في فرق كبير طبعا. طيب. النشاط معروف دي منشطات هو عارف بياخد ايه وبيعمل ايه. تمام. ان انا بقول مكملات ليه لان اللي حصل مع لاعبينا النوع بتاع المكملات اللي هو بيبقى حتى يعني في الحالات المرضية العادية بتاعت البني ادمين العاديين سواء كان حد كبير في السن حد خارج من عملية حد لسه خارج من حاله ولاده بيبتدي يديله كالسيوم فالشركات اللي هي بتاعه المكملات الغذائيه ممكن يبقى في نوع من انواع التنافس بتاعها ده اللي بيحصل بقى اللعيبه بتقع فيه اللعيبه اللي هي حاسنين نيه ان هو بيتعود على نوع معين بيعوض له اللي فاقد منه الشركه اللي بتنفذ هذا المنتج عشان تتميز عن شركه المنافسه احيانا بنسميها احنا بتلوث هذا المنتج او بتزيد جرعه حاجه معينه فيه عشان يختاروا المنتج ده اي بي سي هنختار بي ليه عشان فرق مع صديق ليه. بس في ادويه معينه كابتن ياسر برضو ادويه عاديه ممكن تبقى دواء برد دواء انفلونزا ممكن يبقى من ضمن المواد الفعاله اللي فيه اللي داخله في تركيبته نوع معين يندرج تحت بند المنشطات مثلا دي حقيقة. يبقى لعيب واخد دور برد بقاله كمان النسبة فيه كمان من المادة الفعالة فعلا دي حقيقة. ما احنا حاليا في وعي من 3-4 سنين فاتوا دول في وعي في هذا الموضوع والاتحادات والأندية بتنزل نشرات يعني احنا في النادي الأهلي بستلم نشرة كل سنة مش احنا كل الأجهزة اللي عاملة في النادي الأهلي بالمحاذير وفي أدوية بتدرج جديدة مثلا في 2020 ما كانتش مدرجة في 2019-2018 يعني حضرتك ضربنا مثلا لو انا شربت 3-4 كوبايات قهوه قبل اللقاء او الكومبيتيشن بتاعتي ممكن ادرج في ان انا واخد منشط لو زاد نسبه كافيين بنسبه معينه فهنا لازم يعني يوم ما يقفشوا حضرتك تتقفش بفنجان قهوه ينفع كده يا كابتن؟ لا احنا بنوجه الكلام ده يعني انا اتذكر اخر بطوله كاس مصر دي عملنا قبل الماتش بشهر ممنوع للمدربين والمدربين بيلغوا اللاعبين بممنوع حتى تعاطي ادويه البرد بدون رجوع لطبيب الفريق تاخد ايه ما تاخدش لان ادويه البرد نفسها 50% منها بيدرج في بند المنشطات فاللي عايز اقوله ان هو اللعيبه بتاعتنا لما حصل هذا الكلام كان في نوع معين ماشي بيه 3-4 سنين ولما جه خدوا منه العينه ما عملش حاجه جديده بس لما حللوا المصدر بتاعه لقوا ان هو اوريدي في نسب عاليه من الحاجات اللي بتدرج في المنشطات فين وقعوا في هذا اللاعب يعني الفخ وللاسف للاسف تم ايقافهم بس الحمد لله ما فيش حد يعني بيتعلم ببلاش زي ما قلت لحضرتك احنا دلوقتي قبل البطوله بشهر واثنين بننبه لاعبينا ما حدش ياخد اسبرين تريفوم بدون الرجوع للطبيب طبعا كويس وبنبلغ اللجنه المنشطه اللجنه المصريه المسؤوله واحيانا احنا كنادي اهلي احنا بنطلبهم يحضروا البطولات عشان نضمن ان احنا كلنا فير بلاي احنا اتشرفنا بوجود حضرتك معانا وانتوا الحقيقه عاملين يعني انجازات محترمه جدا جدا وان شاء الله متوقعين ان انتوا مش بس تحافظوا عليها ان انتوا كمان تزودوا المزيد من النجاحات والانتصارات ان شاء الله باذن الله يحصل ان شاء الله معاكم بكده باذن الله شكرا ليك كابتن ياسر